مكانك حتى لو هلا حبيبي هلا هلا موجود طالع مع العيال بس نسيت اخبرك والله العظيم مره تفكيري حتى العيال يقولوا ايش فيك يعني مشغول وفكرك مو معاك موجود والله موجود موجود ودايم على بالي فديتك فديتك دايم دايم ما انساكي معاكي انا بكلمك انا مع الشباب بس مع الشباب بخلص وبكلمك يلا فديتك تبهيلكي اوكي ما نش طالبين شاهي ومتكين كلنا الا ابو طلال فديتك ما سمعنا صوت ما فديتك ما عرفناه اول شيء احنا اسمي يقول فديتك انا يمكن يكلم محمد خوه ولا سلمان شوي الرجال صامل فديتك هو قال فديتك يا عامر قال عامر والله انت اني سمعت فديتك كاني سمعت حرف الكا والياء عادها من جديد وش سوي انا انصدمت من المقلب والله العظيم اني انصدمت يا عيال اني ما توقعت فيصل طلال كل ما توقع الا فيصل طلال فيصل طلال عرفه من الناس الله يستر عليهم بطلال اللي في المكان مثل العام خلاص هذا مكان عام ما هو بوقت مزح ولا وقت ضحك ولا وقت مقالب ابد في مكان مثلا استراحة نضحك ونسولف ونطالب ما عندنا مشكلة علشان كذا صدقنا يا منا من فيصل طلال وفي مكان عام نصدق المقلب المقلب لقيته واصل لمليون وخمسمية مليون وخمسمية في 12 ساعة شفت المقطع قبل شوي وسبعين ألف لايك واصلها أكيد إنك تنصدم في مكان عام والناس متجمعين والله الناس اللي عايم فيهم في اثنين جنبنا كانوا يتقون شاي واحد مسوي كذا قال بديتك وينزل الهنا يحسب إن فيصل يقصده عايم فيه فيصل نزل راسه أنصدم ذاك الثاني ما عاد إيش يسوي أستحق قال ما عاد بالشاهي ولا عاد أنا بيمشي يقول ما تخويه أنا جاي من بيت أشرب شاهي يقوم يدي واحد في ديركي الحبيب يا مقعد